يا جماعة عايزين كلنا نقول لأحمد السقا كل سنة وهو طيب، ويا حبيبي رب يديله طولة العمر بالصحة والنجاح. وأنا عايز أقول لكم حاجة بقى شهادة للتاريخ، والله العظيم مهما كان جوايا هموم، مجرد ما أقعد مع السقا بتزيد همومي أكتر. بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة أول يوم ليا في التيك توك، وأبشركم بسنة بيضة بيضة على اللي داخل بيتقصع ويترقص وعامل لي فيها هلاهوب. أنا ماسك شنبي عشان ما يقعش، واللي في الخير يأتي بربنا. مساء الخير يا جماعة، عاملين إيه؟ ده حسابي على تيك توك، مش هتلاقوا خالص على حساب. مين حط الكرسي ده هنا؟ طب ثانية واحدة، المهم ده حسابي على تيك توك، مش هتلاقوا حسابات غيره وهتشوفوا فيديوهات تانية عليه. مين اللي حط الكرسي ده هنا؟ دلوقتي أنا بعمل سد الحنك، سد الحنك حظر، نص كوباية دقيق، وبنقعد إيه نطير الدقيق يقع كده بره الطاسة في الحوض لغاية ما يبقوا ربع كوباية، عشان إحنا محتاجين ربع كوباية بس، فنحط نص كوباية ونطير ربعها بره وإحنا بنقلب كده، يطير الدقيق بره إيه ويبعتر الدنيا على الحوض وتيجي منى ايه تزعق وكده. بس دي حركه في حته معلم محدش عارف يعملها، الحركه ان انا اجمع الدقيق كله في حته والزبده في حته. هناخد بقى دي ميه بسكر، يعني كوبايه، هناخد نصها. اهم مرحله انك انت تتاكد ان في باسكت، في باسكت، في زباله جنبك، عشان اول ما هتخلص هن ايه هنرميه على طول في الباسكت، ولا من شاف ولا من دري. هناخد بقى الطاسة نغسلها كويس برضو، ونغسل الحاجات دي كويس عشان ما حدش يعرف انت عملت ايه. وبالنسبة للريحة اللي طالعة ممكن نرش بقى اي معطر جو او حاجة. وشكرا. و ايه ده يا نانسي؟ انا غلطان ان انا طوعتكم ولبست الزفت ده. ايه؟ انا مش عايز اشوف ابتسامة واحدة فيكم، وخصوصا انت يا فايز. بغسل ايدي بالصابون والمية جامد، بعمل زي الليمون بيطهر دايما، جل كحول جوه جيبي وانا نازل. غسلت ايدي مرة اتنين تلاتة دايما، غسلت ايدي فرقتها، سبتها شوية حركتها، الفيروسة عمرها ما تقرب ليا هخليها مدربة. شنزي 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 دي شوية شنزي. ايوه يا شغيف. شغيف ايه دلوقتي؟ ايوه يا ابني انت روحت ولا لسه ما روحتش؟ مش هيروح، مش هيروح، ومادي في البيت مش هيروح. هو ايه اصله ده يا اختي؟ وايه امشي. الشرطة دي كان رفاحة، دي كان رفاحة والله روش. يا معلم يا معلم يا معلم يا معلم. طيب اوكي انا هكلمك تاني. هو انت كنت كده من الاول؟ يعني ايه؟ ده كان في واحده اسمها سيد قاعده جنبي من شويه. اسمها سيد ازاي يعني؟ مش مهم، سبحان مغير الاحوال. انا مبسوطه قوي انك جيت النهارده. وانت عامله ايه؟ انا كويس. طب الحمد لله الحمد لله. هجمه موزه فظيعه، هجمه فظيعه. انت مش هتشطب، انت هتلاحظ العمال. يعني واحد بكسل ثلاث ساعات وواحد نايم تصحيه. اه منبه يعني. اه وشك مش مبسوط. لا ما تاخدش في بالك، اصله معايا من زمان فجايز ادم ولا حاجه. شوف يا ميمي، احنا شغلنا بسيط جدا، بيبدا الساعه 7 وينتهي الساعه 7. ده ايه الشغل اللي بيخلص في ساعتها ده؟ لا انت تيجي الساعه 7 الصبح وتمشي 7 بالليل. اه Oh, oh, oh.
صبري قوم وقف لي هنا. ايه ده؟ ايوه كل في بالي. ايوه اللي في بالك كل سنه وانت طيب. رمضان بكره. بكره؟ ايوه. انت متاكد؟ ايوه متاكد. انت شافوا العيال؟ ايوه شافوه. العيال مش فاكره يا خرام. في ايه؟ في ايه؟ انت مش فاكر يا قهوه. بكره. ايوه. ازاي يحصل كده ومحدش قال لي ليه؟ نعمل ايه؟ انا لوحدي. امسك. ايوه بسرعه. ايوه بسرعه. طياره على السوبر ماركت. ايوه روح هات لي 5 6 7 8 9 10 علب فول. وهات لي 40 بيضة. 40 بيضة. 40 بيضة. ايوه انا هصحى لوحدي. طلع خد 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 خد. تاني انا مش مطمن. انا مش مطمن بكره. ايوه انا حاسس ان انا ناسي حاجه. بسطرمه. شفت نسيت بسطرمه. لا لا تعال اطلع معايا. انا ناسي حاجات كتير. تعال ايوه عرفت. اهلا وسهلا. المعيد خلصت. لازم اي خدمه؟ شكرا يا صبري. انت بتعمل ايه؟ بتصحب. انت كده هتتعب في الصياعه. اعمل ايه يا صبري؟ اول يوم ده اصلا بيبقى حر وجوع وعطش ونرفزه. نرفزه. ايوه نرفزه. ايه ده؟ اداه. ما كانتش رز. كله بكره ماشي. ايه؟ 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 قاعد تنفخ معايا. معلش. ايه خلاص يا صبري امشي. امشي يا صبري. وبقول لك ايه؟ لما تخش بكره تنضف اوعى تطلع صوت. طب حاضر. عشان مش عايز اصحى. حاضر. اسمع. ايوه. وما تصحنيش الا على الفطار. خلاص على الفطار يا صبري. خلاص يا باشا. حتى اللي في بقي ده هتفه والله. لسه قالوا لي في جملة واضحة حط فيها اسم مصر. جاوبت بحسن نية الجملة هي تحيا مصر. قالوا لي ارسم عالمها سرحت وتخيلت قصر عليه حراس كتيرة في وسطهم خط ونسر. تحيا مصر تحيا وعينها تملي صحيا وعينها في كل ناحية وفي مليون. عروسة لابسة طرحة جاية لينا من بعيد وحاسبة كل خطوة عارفة هي رايحة فين. بتبتسم بفرحة للقريب وللبعيد وبتشاور لبكرة. الواحد مش واخد على الحبسة دي. ربنا يزحهم ولاد الحرام دول. عمليلي فنجان زفت. بزيادة زفت يا سيستاي. ما انت شربت كتير. اسمع الكلام يا ولي. الله امرك يا سيستاي. حاضر سابق. حاضر يا سيستاي. جاهزين؟ يلا. تاكسي اللي جاي من الحمام عليه خميسة من جدان. تاكسي اللي جاي. طيب الزور اللي يمشي ولا الحق اللي يمشي؟ الحق هو اللي يمشي يا معلم. الحق هو اللي يمشي يا معلم. الحق هو اللي يمشي يا معلم. الله اكبر. ظهر الحق. سمعت يا معلم كبير؟ سمعت ايه؟ اللي قالوا لي كلمه. قالوا ايه؟ الحق هو اللي يمشي. طب ما تمشي يا يا باص بيه. احنا بالصلاة على النبي حلوين قوي قوي مع بعض لكن ساعة الغلط نطرت الزلط. نعم يعني لحمنا جمل مكندس ما نتكلش ونتكلنا عضمنا ركب ما ننقرش وننقرشنا نشرخ في صقور وما ننبلعش. ولو بلعت هتلاقيني مر علقة وحطت رشد. الحلوة برمشها السودة الحلوة. الحلوة برمشها السودة الحلوة. شغلتني نادتني خدتني ودتني بعيد وجابتني. شغلتني نادتني خدتني.
فماذا ستفعل يا صديقي عندما يرحل؟ المؤكد أنك سترحل معه، وأنت تعلم أن من يخرج لا يعود. إذن أن تكون معنا أفضل من أن تكون علينا، وأسلم لك. ده تهديد؟ لا تخطئ في ظنك، لكني أقصد أننا سنكسب القضية في النهاية. عشم إبليس في الجنة. طيب فليبقى الحال بيننا على ما هو عليه، خصوم في قضية وأصدقاء في الواقع. بلاش تضحك على بعض يا علي، مفيش صداقة أبدا مع خصومة. اتنين ديابة لا يمكن يعيشوا مع بعض في قفص واحد، يقطعوا بعض. اسمع يا فتحي، أنا أعلم عنك الكثير. وأنا كمان أعلم عنك الكثير.